موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طقس متقلب ميز نهار اليوم أغلب الولايات الشمالية الوطن. إذا أمطار كانت في الموعد ببعض الولايات الوسطى وحتى الشرقية، اشتدت سرعة الرياح إنها وصلت إلى 50 كيلومتر على السواحل الوسطى والغربية. البداية ستكون إذا بصورة القمر الاصطناعي توضح لنا تمركز للسحب التي ميزت نهار اليوم أغلب الولايات الشمالية، إدة لتساقط بعض الأمطار التي كانت في الموعد على الولايات الشرقية وحتى السواحل الوسطى. رعود منعزلة ميزت الولايات الداخلية الغربية. أما عن أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، حسب مصالح الأرصاد الجوية ترتقب دائما طقس غائم وخاصة على الولايات الوسطى والشرقية، أمطار غير مستبعدة، من المحتمل أن تكون أمطار رعدية. أما بالنسبة للغرب الجزائري، الطقس يبقى غائم جزئيا بالنسبة للسواحل الغربية، احتمال تساقط لبعض الأمطار لكن خلال الصبيحة فقط، ليتحسن الطقس تدريجيا. الرياح تبقى في الموعد على السواحل الغربية سرعتها يمكن أن تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. الرعود أيضا ستتشكل فيما يخص أواخر نهار الغد بالنسبة إذا لمنطقة الثورة شمال الصحراء ومنطقة الواحات، مغشاة جزئيا بالنسبة للصحراء الوسطى. درجة واحدة فقط إذا ستسجل خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد بحول الله، وهذا بالتحديد بباتنا قسنطينة الصيف، 4 درجات بالجلفة، 3 درجات بالنسبة لتيارت والبيض، 10 درجات بتلمسان، لن تتعدى 11 درجة بالسواحل، 12 بغرداية ولاية بشار، الواد بسكرة، 16 درجة بحسيب سعود ورقلا، 17 بأضرار، 16 أيضا بعين صالح، 13 درجة بتندوف، لتقارب 21 درجة فيما يخص برج بجي مختار وعكسة. عن ظهيرة الغد إذن الحرارة القصوى تبقى دائما في استقرار مع تسجيل أعلى مقياس بكل من وهران ومستغان وحتى بتلمسان مع 21 درجة، 18 بغليزان وحتى بالعاصمة، 20 درجة بعنا بس كيكدا، 16 بتيزي وزو، 15 درجة ببتنا، 26 درجة بشمال الصحراء، 30 بورقلا، 34 بإليزي، 31 بمرتفعات الهجار والتاسيلي، ما بين 33 34 بالصحراء الوسطى، 30 بتندوف، وأعلى مقياس دائما سيكون بأقصى الجنوب الجزائري لتقارب 39 درجة. أما للملاحة والصيد البحري فيما يخص نهار الغد، إذا البحر سيبقى مضطرب على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح لتشتد لتصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. الرياح ستأتينا وفق تيارات غربية جنوبية غربية على السواحل الغربية، لكن من غربية إلى شمالية غربية، هذا انطلاقا من السواحل الوسطى وصولا إلى أقصى السواحل الشرقية. هذا بالنسبة للوطن. خارج الوطن وبتحديد إلى بعض المدن الأوروبية، الأجواء ستبقى ممطرة إذا بكل من مارسيليا، باريس وحتى بمدريد، نفس الأجواء بالنسبة لشبونة مع 17 درجة، 12 درجة بلندن، 9 درجات مع أجواء مشمسة إذا بدبلن، فارسوفيا إذا ستقارب 10 درجات. أما بالنسبة لأثينا الأجواء مغشاة جزئيا مع 28 أو 21 درجة، وأخيرا 16 درجة بروما مع أجواء مغشاة جزئيا. أما عن وقت شروق الشمس لقس العاصمة وضواحيها، إذا سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و 23 دقيقة. تفاصيل أكثر عن أحوال الطقس عليكم إلى زيارة مواقع مصلحة الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله. مع موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم.